الرئيس السيسي يؤكد أهمية وقف التصعيد الجاري ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لما ينطوي عليه الموقف من مخاطر جسيمة على أمن واستقرار المنطقة. ارتفع ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 370 شهيدا ونحو 2200 جريحا، وإسرائيل تقر بمقتل أكثر من 600 ووقوع 100 في الأسر. ومدبول يطمئن على موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية ويبحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين بحثا حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرين إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. كما أعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، تناول استعراض التصعيد ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد الرئيس السيسي وملك الأردن على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف وضبط النفس حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع. كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق ما بين البلدين بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذا في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد كذلك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وقف التصعيد الجاري ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل. واستعرض الرئيس السيسي التحركات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف تجنيب المنطقة المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار وصولا لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. من جانبه أكد تشارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤية مع الرئيس السيسي بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد والتي تنذر بعواقب خطيرة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا،
وذلك في إطار متابعة تطورات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بكافة السبل والحيلولة دون انزلاق الوضع إلى المزيد من العنف والمعاناة الإنسانية وتعريض حياة المدنيين للمخاطر، موضحا أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على التزام مصر بمواصلة اتصالاتها مع الأطراف للمطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي. وأعرب الوزيران عن القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعدة في قطاع غزة والمناطق الأخرى ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدين على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة. تواصل مصر جهودها الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وإعادة التهدئة ووقف التصعيد في قطاع غزة، جهود ومساعي تعكس أهمية القضية الفلسطينية وتصدرها أولويات الدبلوماسية المصرية. لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف عربيا وإقليميا ودوليا. سعت مصر منذ عام 1948 وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية لتكثيف مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات، ومع العمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبلورة التصورات الكفيلة بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة. وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية تزايد الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية بالنسبة لمصر، فبذلت القاهرة العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف ولحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. الدور المصري القوي ظهر جليا أمام العالم بعد نجاحها في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين في قطاع غزة وإسرائيل في عام 2021، فمنذ الرصاصة الأولى في هذا التصعيد لم تتوانى مصر لحظة في دعم الشعب الفلسطيني وإنقاذ القطاع من الدمار، فكان قرار وقف إطلاق النار بجهود دبلوماسية مصرية مكثفة على كافة الأصعدة قبل إعلان مصر عن مبادرة لإعادة إعمار غزة $500 مليون بمشاركة من الشركات المصرية. وعلى صعيد الموقف من مدينة القدس المحتلة، تجدد مصر دوما التأكيد على موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي المواجهات الراهنة لم تقف مصر مكتوفة الأيدي، حيث تبحث حاليا مع المجتمع الدولي من خلال الاتصالات المكثفة سبل وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الجانبين، وذلك خلال متابعة الرئيس السيسي الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وللمزيد مشاهدينا،
ينضم إلينا الدكتور محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. سؤالنا هو عن دور القيادة السياسية المصرية والتي تقود جهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون مواجهة مفتوحة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المواجهة تختلف عن سابقتها من كل المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية. سؤالي هنا، إلى أي مدى ترى الأوضاع ملائمة لذلك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني طبعا كما ذكرت حضرتك، الوضع في هذه الأزمة يختلف تماما عن الأوضاع في المراحل السابقة. كنا نتحدث في مراحل سابقة عن اشتباك محدود نتيجة لانتهاك إسرائيلي هنا أو هناك، يتم التدخل المصري فيه لإنهاء الوضع وتهدئة الأمور وفرض وقف إطلاق النار. الوضع الحالي نرى أن جميع الأطراف المنخرطة فيه يعني تحدث عن أنه لا يوجد أفق لوقف إطلاق النار قريب، بمعنى أن إسرائيل على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي الداخلي قد تضررت كثيرا من العمليات الفلسطينية الناجحة. وبالتالي هناك حاجة إسرائيلية ماسة لإثبات النفس وإثبات الذات على الأرض في الميدان. كذلك بالنسبة للجانب الفلسطيني أيضا، نجاح باهر ويعني واضح على المستوى الميداني ونتائج واضحة، وبالتالي هناك محاولة للاستثمار في النجاح الحالي والبناء عليه. وبالتالي الأفق الذي نراه الآن لا يبشر بقرب وقف إطلاق النار، ولكن مصر كالعادة في مثل هذه الظروف تحاول بقدر الإمكان القيام بدورها الذي يفرض عليها دورها التاريخي والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني لمحاولة يعني لجم الوضع، لأن الأمور تقترب كثيرا من احتمالات أوسع بكثير من الميدان الفلسطيني. تتحدث عن هذه الاحتمالات دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن نستشرف الصورة في ضوء على الأقل ما يعني يتواتر لدينا من أخبار هنا وهناك عن يعني العمليات التي تدور حاليا في فلسطين؟ يعني بالتأكيد العمليات سوف تصل إلى مرحلة معينة أو نقطة التعادل الميداني ثم تنتهي ويتم إيقاف النار، هذا يعني متوقع. ولكن المشكلة هنا متى تصل أو نصل إلى هذه النقطة، هذا ثانيا نحن نعلم جميعا أن هناك يعني أعداد كبيرة من الأسرى الإسرائيليين الذين تم ادخالهم الى قطاع غزه، وبالتالي هذه النقطه يجب ان نضعها في الاعتبار لاستشراف الوضع القائم او الممكن، لان اسرائيل من مصلحتها عدم توسع القتال، لان طبعا نحن نعلم جميعا ان جبهات اخرى قد تدخل الى هذه المعادله في حاله ما اذا قامت اسرائيل ببدء عمليه بريه، ونحن يعني بالتاكيد نرى تلويح اسرائيلي بامكانيه القيام بعمليه بريه، ولكن هذا التلويح تكرر في مناسبات سابقه ولم يحدث، لان هناك توازنات داخليه في اسرائيل، وهناك ايضا خشيه من دخول اطراف خارجيه في حاله تدخل اسرائيل على المستوى البري. بالتالي هذه النقطه تجعلنا نرى ان هناك امكانيه حتى ولو كانت يعني حاليا ضعيفه، ولكنها سوف تكون اكبر خلال الايام المقبله، لان ملف الاسرى المصريين في غزه يعتبر بالنسبه لاسرائيل ملف مهم لا يمكن تجاهله على المستوى العسكري او حتى على المستوى السياسي، وبالتالي هي النقطه التي اعتقد ان هناك حديث الان حولها، سواء عبر تامين هؤلاء او عبر بحث في الكريم او مدى المصير الذي سيصلون به فيما يتعلق بامكانيه التبادل ما بين مبادلتين مثلا باسرى فلسطينيين او هو بالتاكيد هي يعني وراء الضغط طبعا في يد طبعا الجانب الفلسطيني. دكتور محمد، فيما له صله بجلسه مجلس الامن، توقعاتك بشأن القرارات التي قد ترشح عن هذا الاجتماع، خاصة طبعا في ضوء ما تواتر من أنباء حول إرسال حاملة للطائرات، حاملة طبعا أمريكية للطائرات F-16 للمنطقة؟ يعني بالطبع إرسال مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية هو يعني في الوضع الحالي بالنظر إلى التطورات التي سبق وذكرتها، هي بأن المؤشرات لا تبشر بقرب وقف إطلاق النار، وأيضا توجد مؤشرات على إمكانية دخول أطراف أخرى. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كإجراء نستطيع أن نقول أنه إجراء احترافي تقوم بإرسال هذه المجموعة
للتمركز ولمراقبة الأوضاع عن كثب. ولكن بغض النظر عن هذه النقطة يعني أي تحرك دولي في هذا الإطار في الوقت الحالي نستطيع أن نقارنه بتحركات سابقة وبالتالي هذا ما يجعلنا نقول أن الدور المصري هو الأقرب وهو الأكثر فعالية والأكثر ارتباطا بالوقائع الميدانية لأن الاجتماعات الدولية لها إطارها العام لها التجاذبات المعينة التي تكون موجودة ما بين القوى الدولية والتي قد تفرض أشكالا معينة من الصياغات في القرارات وفي الأغلب هذا لا يكون مؤثرا بقدر ما يكون مؤثر الدور الميداني أو الدور العملي والذي تقوم به دول صدق لها أو كل لها. واضح واضح دكتور، شكرك شكرا جزيلا دكتور محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. والآن مشاهدينا نتابع الآن هذه المشاهد الحية من قطاع غزة حيث يتم قصف قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي بصواريخ، كما نتابع الآن دوي هذه الصواريخ. المشهد طبعا منذ صباح اليوم، وهذا المشهد كما نتابعه شاشات في على كل الأخبار يعني التواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. المشهد إلى الآن مشهد ضبابي، سقوط قتلى وضحايا طبعا شهداء من الجانب الفلسطيني. حتى الآن أكثر من العديد من يعني الأعداد الذين قد استشهدوا من الجانب الفلسطيني، العديد من الإصابات أيضا في الجانب الإسرائيلي نتيجة هذه الانتهاكات، نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانات المتاحة من أجل إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وحمل الرئيس الفلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعية المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية، قال إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأت القيادة الفلسطينية بالتحرك عربيا ودوليا لوقف العدوان. وأضاف الشتية أن الحلول الأمنية التي تتبناها إسرائيل لن تفيد بشيء، لافتا إلى أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال. منذ اللحظة الأولى لتطور الأحداث في قطاع غزة بدأنا تحرك عربي ودولي لوقف هذا العدوان ووقف شلال الدم. الرئيس محمود عباس تلقى عدة اتصالات من عدد من زعماء العالم، وقد أجرى عدة مكالمات هاتفية مع عدد منهم، ومن جانبنا أيضا تلقينا مكالمات واتصالات مع عدة من عدة جهات دولية، وقد أوضحنا للعالم أن الحلول الأمنية التي تبناها وتتبناها إسرائيل لن تفيد في شيء، وأن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال ضمن برنامج سياسي يتبناه مجلس الأمن والمجتمع الدولي ولا أرضية مبادرة السلام العربية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 413 شهيدا، بينهم 78 طفلا ونحو 2300 جريح. هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم وأيضا بالمؤسسات العامة والخاصة. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لأكثر من 600 شخص منذ بدء التصعيد في الأراضي المحتلة. وأضافت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أنه تم أسر أكثر من 100 شخص، لافتة إلى أن أعداد الوفيات ليست نهائية مع تسجيل إصابة أكثر من 2000 شخص بينهم 200 في حالة حرجة. وبالتالي هي طالبت فلسطين بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب موعد ممكن. يستهدف الاجتماع الطارئ بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي، وذلك لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على وجوب احترام المدنيين وحمايتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات. وقال غوتيريش إن العنف لا يمكن أن يؤثر أو يوفر حلا للصراع، وأن المفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين وحدها الكفيلة بتحقيق السلام، داعيا إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجراك إنه من المزمع أن يجتمع مجلس الأمن اليوم لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة.
نفى مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات عن مقتل 6 إسرائيليين في سيناء. وقال المصدر إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل النشر. لذلك صرح مصدر أمني أنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالأسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي وبشكل عشوائي. وأوضح المصدر الأمني أن إطلاق النار أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر، مؤكدا أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة. وأكد المصدر الأمني أنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج. أعلن الجيش اللبناني سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين جراء قصف إسرائيلي لأربع مناطق بالجنوب اللبناني. وأكد الجيش اللبناني أن وحدات عسكرية إسرائيلية قصفت صباح اليوم بالمدفعية والدبابات مناطق ببلدات شبعة، وذلك بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي. وأضاف الجيش اللبناني أن القصف الإسرائيلي أدى إلى سقوط جرحى من بين المواطنين تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات للعلاج، موضحا أنه ينفذ انتشارا منذ أمس في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، كما يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. انطلق معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يمتد من اليوم وحتى 14 من الشهر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. ويأتي تنظيم معرض تراثنا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لتوفير كل أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حاليا بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، مؤكدا أهمية الترويج لهذه المبادرات وبشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الوزراء مع وزيرتي التخطيط والهجرة ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المسؤولين. تطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية والتي شهدت إقبالا كبيرا من جانب الراغبين في الحصول عليها. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك في اجتماع عقده بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لضمان توافر المواد البترولية لمختلف الاستخدامات، لا سيما القطاعات الصناعية والإنتاجية. شهد الاجتماع استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة والتي جاءت على نحو مطمئن، وكذا بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز. يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات غدا اجتماعا بتشكيله الجديد، وذلك في ضوء انتهاء المدد المنصوص عليها بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة لرئيس الهيئة
وأربعة من المستشارين أعضاء مجلس الإدارة. ويترأس المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد اعتبارا من الغد رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقد والرئيس الحالي للهيئة، والذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم والمحددة بست سنوات. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقد حضر أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات فريد زهران، حيث قدم أوراق ترشحه. النهاردة احنا ختام اليوم الرابع للجنة تلقي أوراق الترشح، حضر في تمام الساعة 4:15 السيد محمد فريد سعد زهران طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وشهرته فريد زهران، وقدم طلب الترشح والمستندات المطلوبة مع طلب الترشح وأهمها 30 نموذج من التزكيات أعضاء مجلس النواب. وتم الانتهاء من أعمال اللجنة اليوم، وبالتالي في اليوم الرابع تقدم للجنة طلبين للترشح حتى الآن. نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تدريب TOT لإدارة الحملات الانتخابية، ذلك في إطار استعدادات الحزب لبدء الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب. وفي نفس السياق قام المدير التنفيذي للحملة محمد خليل بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء الحزب بالمحافظات لتحديد جدول الجولات الانتخابية لمرشح الحزب واللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات المصرية، على أن تبدأ أولى جولات زهران من مسقط رأسه بمدينة بمحافظة المنوفية، تليها جولة في محافظة الصعيد. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي وفدا من قيادات حزب التجمع برئاسة عاطف المغاوري نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب. استقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث عرض عددا من أنشطة الحملة وخططها المستقبلية. كما أعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بإعلان حزب التجمع تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الحملة تستمر على مدار الفترة القادمة بعقد لقاءات وجولات ميدانية في كل المحافظات. استقبلت الحملة الرئاسية أو الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي أشاد في بداية اللقاء بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب والالتزام بالدقة والشفافية، حيث أنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي. ومن جانبه أشاد وفد تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين بعرض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية بمؤتمر حكاية وطن، مؤكدين على دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي مع العمل على توعية المصريين على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي. نشرة التاسعة الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. أكثر من 2400 قتيل في الزلزال الذي ضرب غربي أفغانستان، ووكالات الإغاثة تحاول الوصول إلى المنكوبين.
أعلنت السلطات الأفغانية أن الزلزال الذي ضرب غرب البلاد بقوة 6.3 درجة أودى بحياة 2445 شخصا وأسفر عن إصابة 9240 شخصا. هذا وقد أكدت السلطات الأفغانية أن الزلزال المدمر تسبب في تدمير 1329 منزلا، فيما تحاول وكالات الإغاثة الوصول إلى المنطقة. مئات القتلى وألاف الجرحى، دمار وانهيار، كارثة إنسانية تشهدها أفغانستان جراء الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد بقوة 6.3 درجات. فبحسب الهيئة الأمريكية فإن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات، وأعقبته 8 هزات ارتدادية. حالة من الذعر انتابت السكان الذين فروا من المباني في هيرات مع بدء الهزات الارتدادية، ووقفت حشود من النساء والأطفال في شوارع هيرات الواسعة بعيدا عن المباني الشاهقة في اللحظات التي أعقبت الزلزال الأول والهزات الارتدادية التي تلاحقت خلال أكثر من ساعة. الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أكدت أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرة إلى أن هناك بعض المناطق التي انهارت بالكامل وتضررت جميع المنازل، فيما لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض. لقد تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وقد تلقوا الإسعافات الأولية والأساسية، وللأسف ما زلنا نستقبل المصابين من المركز والمناطق المحيطة. في هذه الأثناء تحاول وكالات الإغاثة الوصول إلى المنطقة التي يقطنها حوالي 1,900,000 نسمة في محاولة للتخفيف من وطأة الكارثة. وتتعرض البلاد للزلازل خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، في وقت تعاني فيه أفغانستان من أزمة إنسانية خطيرة مع وقف المساعدات الأجنبية منذ 2021. تحرص الدولة على تكريم قادة نصر أكتوبر لدورهم الهام في استعادة الأرض والكرامة المصرية والعربية. وتعبر كلمات قادة الدولة المصرية عن مدى فخر مصر بجنودها وأبنائها من القوات المسلحة الذين حولوا مرارة الهزيمة إلى نصر مبين في حرب أكتوبر المجيدة. كلمات تعبر عن مدى فخر مصر بجنودها وأبنائها من القوات المسلحة الذين حولوا مرارة الهزيمة إلى نصر مبين في حرب أكتوبر المجيدة. فرغم مرور السنين لا تنسى الدولة أبنائها الذين بذلوا الجهد والعرق والدماء في سبيل الحفاظ على الأرض والكرامة. وفيما لم تمر سوى بضعة أيام على بدء حرب 6 أكتوبر، حتى جاء يوم 16 أكتوبر عام 1973، ألقى الرئيس الراحل أنور السادات خطاب النصر في مجلس الشعب، وهو أحد أشهر الخطابات التي لا يزال يتذكرها المصريون. خطاب كشف فيه السادات تحت قبة البرلمان المصري عن حجم الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، كما أشاد بأبنائه من المقاتلين على خط الجبهة الذين قدموا أرواحهم فداء لبقاء الأمة قوية أبية. وبين إشادة بطل الحرب والسلام الرئيس السادات بقادة حرب أكتوبر وتكريمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، تغيرت السنين وبقيت التقاليد العسكرية ثابتة، لعل من أهمها التحية العسكرية المقدمة لأبطال النصر في أكتوبر 73. لنا عظيم الشرف إن احنا نلتقي ونشوفكم وكل الناس اللي موجودة، مش بس اللي في القاعة، في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، أو من تبقى من الرجال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل.
الرئيس السيسي حرص أيضاً على تكريم زوجات أبطال حرب أكتوبر وقادتها، تقديراً لدورهن في دعم أزواجهن خلال هذه الفترة المضيئة في تاريخ مصر العسكري. وهكذا، من أراد أن يرى رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه فلينظر إلى هؤلاء الرجال، فالكلمات مهما بلغت بلاغتها تقف عاجزة عن وصف ما قدموه من أجل الوطن. إنهم فخر مصر ورجالها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. انتهت محافظة الغربية من تطوير كورنيش طنطا، أحد أهم المحاور المرورية التي تم تطويرها في السنوات العشر الأخيرة. وتم الانتهاء من تطوير كورنيش طنطا بنسبة 100%، وذلك على 6 مراحل، بداية من مجمع كليات جامعة طنطا، وانتهاء بكوبري فاروق المدخل الجنوبي إلى مدينة شيخ العرب، وذلك بطول نحو 6 كيلومترات. المشروع ده من أكبر المشروعات. خلينا أقول لحضرتك، حكاية المشروع زي حكاية الوطن بالكامل، كان بيضرب المكان ده بطول 8 كيلو، الإهمال والتراكمات التاريخية والمخلفات والعشوائية وكل حاجة زي ما كحال معظم الربوع الوطن، إلى أنه الخطة الطموحة اللي فخامة الرئيس حطها وانتهجت محافظة غربية بقيادة الدكتور طارق رحمي، أن احنا عملنا استراتيجية بفتح المحاور الرئيسية في المدينة، وده كان أكبر محور. هي منطقة الاستاد شهدت تطور عظيم جدا من أول أحافة لحد آخر 306، وده شيء كويس جدا. يعني طنطا بالنسبة للمدن هي تعتبر من يعني ثالث مدينة على مستوى مصر، اسكندرية القاهرة طبعا، وطنطا من المدن الأساسية كتجارية جدا. أما بالنسبة للكورنيش، بالنسبة للعصر اللي احنا حضرناه كلته من أول 2010 من بعد الثورة عامة بالتحديد لغاية وقتنا هذا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده أفضل عصر عاصرناه حاليا احنا كشباب. كان عبارة عن مشروع ترعة وبعدين حواليها كل الأراضي الزراعية، وما كانش فيه لسه تنمية بالنسبة للكورنيش ولا الكلام ده كله. فما بدأ الكورنيش فيه عمليات التوسعة والإصلاحات اللي موجودة، كان ده عبارة عن ممشى لنا للفلاحين وللناس أهل البلد بالنسبة لقضية المصالح والكلام ده كله. وما فيش وجه مقارنة نهائي عشان أحكي ما قبل واللي احنا فيه دلوقتي. طبعا بنشكر في عهد الرئيس السيسي التطور اللي احنا فيه ده. وصلت محافظة شمال سيناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر 6 أكتوبر المجيد، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد. شهدت المحافظة افتتاح مدارس الشلاق وأبو فرج والعوايضة والوحدة الصحية بالشلاق، وأيضا تطوير مستشفى الشيخ زويد، فضلا عن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركزي العريش وبئر العبد. يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بسيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في شتى القطاعات. شهدت جامعة أسيوط انطلاق معرض مستلزمات المدارس والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يضم المعرض جناحين، الأول خاص بالأدوات الكتابية والثاني عبارة عن مستلزمات وأدوات مدرسية وأحذية وشنط للطلاب والعاملين بأسعار رمزية، وكذلك سلع غذائية مخفضة بنسبة 30% عن الأسعار في الخارج للعاملين بجامعة أسيوط. هذا ويستمر المعرض حتى 17 أكتوبر الجاري. ننظم معارض بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، والهدف منها أولا طرح سلع للمدارس والجامعة وحتى الأسر المصرية بسعر يكون في متناول الجميع، وفي نفس الوقت يكون في تخفيضات ممكن تصل 30% في سلع كثيرة. الحاجة الثانية بيبقى فيه حرف يدوية وبعض الطلبة أو الخريجين بيشتغلوا بإيديهم، وكنا حريصين على ان هم يعرضوها في هذا المعرض. تنفيذا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي
لتخفيف العبء والعناء في ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين وطلبة وطلبات الجامعة، وأيضا تنفيذ البروتوكول الموقع بين جهاز تنمية المشروعات وجامعة أسيوط. هذا المعرض زي ما حضراتكم شايفين بيضم حوالي 15 عارض وعارضة، وكلهم من شباب ومستفيدي وفتيات جهاز تنمية المشروعات الحاصلين على تمويل من الجهاز لهذه المشروعات. وهذه مشروعات متنوعة، منها مواد غذائية، منها ملابس، منها حرف يدوية. والنهاردة أيضا بنهني الشعب المصري بافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا لإحياء الحرف التراثية. وأيضا هنا في جامعة أسيوط يوجد أكثر من عارضة في الحرف التراثية واليدوية والمجهولات والهاند ميد. نتحول بكم الآن إلى مجلس الأمن مشاهدينا، حيث كلمت مندوب فلسطين في الأمم المتحدة قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في الأراضي المحتلة. نستمع. بالحرب ضد شعبنا أو السلام مع الآخرين منذ 1948 إلى ما قبل أيام قليلة في تصريح نتنياهو أمام الجمعية العامة، نتنياهو في خطابه في هذا هنا في الأمم المتحدة رفع خريطة تحرم الفلسطينيين من وجودهم، خريطة للعدوان والضم. لكل صناع السلام، لكل أولئك الذين يؤمنون في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا يمكن أن يزوغ بصرنا عن الصورة الكبرى. علينا أن نقف من أجل الرؤية الموجودة في قرارة مجلس الأمن والجمعية العامة، ونتخذ الإجراءات الضرورية حتى يتم تطبيقها. فعلينا أن نحترم القانون الدولي ولا نتخلى عنه. الجميع في الغرفة ورائي والذين سيلتقون بعد دقائق قليلة يتفقون على نهاية اللعبة. إسرائيل تتوقع وتطالب بدعم سياسي وعسكري، بينما تحقق أهدافا متناقضة مع الشرعية الدولية والإجماع الدولي. سياساتها هي هجوم على إنسانيتنا وعلى القانون الدولي وعلى السلام، وهي تهديد على شعبها. هل يمكن لأولئك الذين يدعمون إسرائيل أن ينكروا احتلالها وعنصريتها؟ هذا سيكون فشلا وإخفاقا جماعيا. هناك طريق آخر، وأؤكد هناك طريق مختلف موجود وممكن، ولكن لا يمكن تجاهل حياة وحقوق الفلسطينيين. ينبغي ضمان إجراءات معادلة من الأمن والسلام. لا يمكن أن تقفوا من أجل السلام إذا لم تقفوا ضد الاحتلال. افعلوا ذلك لأن هذا الشيء الصواب أخلاقيا وقانونيا وسياسيا، ولأن هذا سيحمي حياة الناس. السلام سيحمي حياة الناس. معالي السفير، سؤال واحد بالعربي. معالي السفير، سؤال واحد بالعربي. وننتقل مع حضراتكم لأهم أخبار المال والأعمال. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة فاطمة خليل فايري. شكرا رجاء رمزي، شكرا شروى مادي الدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من تعديل القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم بموجب التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي من 36,000 إلى 45,000 جنيه.
نظمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بالتعاون مع شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، نظمت يوما لتعريفيا لأولياء أمور الطلاب المقبولين بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر. هذا وقدم وتم قبول 100 طالب وطالبة لتفادي حدوث أي كثافة طلابية، وذلك لضمان كفاءة سير العملية التعليمية بالمدرسة. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها على ثقة أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%. كما أشارت لاغارد إلى أن موقف احتياطات الغاز في أوروبا تظل أفضل من ذي قبل، لافتة إلى نجاح الاتحاد الأوروبي في تأمين أكثر من 90% من احتياطاته من الغاز بحلول سبتمبر 2023. هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج وسط مخاوف من اتساع الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونزل المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 1.6% مسجلا أكبر تراجع منذ 10 أشهر. وفي قطر انخفض المؤشر الرئيسي 0.6% في ثالث جلسة من الخسائر، إذ تراجعت جميع القطاعات. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، مضيفا أن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وخلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في الرياض، أكد وزير النفط العراقي أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل. ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 12.8% على أساس سنوي، وصولا إلى 66 مليارا و700 مليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ودعم النمو السنوي الاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي زيادة استثمارات الدوحة في سندات الخزانة الدولية بنسبة 18.5% إلى نحو 36 مليارا و300 مليون دولار. كما ارتفعت الاستثمارات في الذهب بنسبة 23.2% إلى نحو 2.82 مليار دولار. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للشروق ورجاء لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل. اتجه الإعصار كواينو الذي ضرب تايوان بأمطار ورياح الأسبوع الماضي جنوبا قبل ساحل إقليم غوانغ دونغ الصيني في طريقه إلى جزيرة هاينان السياحية. ولا يزال كواينو تصاحبه رياح عاصفة تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يتجه ببطء جنوبا على طول ساحل غوانغ دونغ بسرعة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات في الساعة. وتسبب كوينو في مقتل شخص وإصابة ما يقرب من 400 في تايوان الأسبوع الماضي، وألحق أضرارا بالغة في جزيرة أوركيد قبالة الساحل الشرقي لتايوان. وإلى آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة. نعم، تنضم إلينا مرة أخرى فاطمة خليف. عليك فاطمة. شكرا رجائي، شكرا شرو، وأهلا بكم مجددا. وأخيرا مشاهدينا، وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيانه بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 22، الإسكندرية 27،
22، مطروح 26-20، بورسعيد 28-23، إسماعيلية 31-20 وجوها حار. بالنسبة للسويس 30-21، العريش 28-22، طابة 31-24، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 35-25 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 39-24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 37-22، شلاتين 35-25، حلايب 32-26 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لما ينطوي عليه الموقف من مخاطر جسيمة على أمن واستقرار المنطقة. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 413 شهيداً ونحو 2300 جريح، وإسرائيل تقر بمقتل أكثر من 600 ووقوع 100 في الأسرى. مدبولي يطمئن على موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية ويبحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.